تعرفوا على الممثل الشاب ابن الفنانة المصرية القديرة حنان سليمان، وهل يشبه والدته ام لا يوجد شبه بينهما؟ تمتلك الفنانة المصرية حنان سليمان شعبية كبيرة بسبب تمثيلها المتقن لأدوارها وأداءها السلس، حيث شاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام السينمائية. تحرص الفنانة حنان سليمان على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام والصحافة، حتى أن الجمهور لا يعرف كم عدد أبنائها، لكن قامت حنان سليمان بالكشف مؤخرا عن ابنها الممثل الشاب الذي شارك في عدد كبير من المسلسلات والأفلام. ونشرت حنان سليمان صورة لابنها الأكبر يحيى فودة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على الصورة قائلة: حبيبي وأول فرحة في حياتي. وتفاعل الجمهور بصورة كبيرة مع الصورة، وأبدوا إعجابهم الشديد بابنها الممثل الشاب الذي يشبهها كثيرا. وكان قد شارك يحيى فودة ابن الفنانة حنان سليمان في عدد من الأعمال الفنية، من بينها كرم الكينج وتفاحة آدم وحكايات بنات وغيرها الكثير من الأعمال. في هذا الفيديو نتعرف سويا على الممثل الشاب يحيى فودة ابن الفنانة حنان سليمان. وفي الأخير، هل يوجد شبه بين يحيى فودة ووالدته الفنانة حنان سليمان أم لا يوجد شبه بينهما على الإطلاق؟